بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، مش هتلاقي شباب الفيديو ده والفيديوهات اللي جاية بعد منه إن شاء الله، يعني هنتكلم فيها عن إزاي نعمل full exchange environment from A to Z. يعني هنسطب هنتكلم من أول تصميم الإكستشينج اللي هو التصميم العادي بتاعنا جدا، يعني لحد ما نطلع الإكستشينج من الإنترنت ونقدر نبعت منه الهوت ميل والجيميل ونستقبل منهم ونعمل القصص بقى بتاعت الاس بي اف ودي مارك ودي كي ام ريكورد ونسند ونسيف بره ونعمل كل الحاجات دي. تمام، احنا كنا قبل كده عن الاكستشينج بس كان كل كلامنا انترنال، يعني نعمل اكستشينج جوه ونخلي الناس تسند وترسيف من بعضها ونعمل مايجريشن زي ما عملنا قبل كده ونعمل شويه حاجات كده يعني. لكن في الفيديوهات دي مشيت ده هنجيب دومين من بره بس طبعا فري، هنعمل دومين من بره فري، هقول لكم على سايت يعني نجيب منه دومين فري ببلاش، وهنعمل سيرتيفيكت برضه بس ببلاش برضه موقع بره، ونطلع الاكستنشن بتاعنا انترنت ونكونكت عليه من بره بالاوتلوك اني وير ونشغل كل الحاجات بتاعته. تمام، نعرف على الانفيرومنت بتاعتنا. انا توسطت بسي اي عادي خالص، يعني مش قصه يعني تقريبا مش هنحتاجه اصلا. بس اني واي الانفيرومنت بتاعتنا عباره عن بي سي واكستشينج سيرفر، الاثنين على ويندوز ايجر، الاثنين على ايجر. انا ليه اعملهم على ايجر؟ لان انا عشان ابلش الاكستشينج، ادي الاكستشينج سيرفر بتاعي انا مسطبه اكستشينج 2016. تمام، الاكستشينج ده انا عايز اطلعه نت، يعني عايزه يوصل بالانترنت. تمام، فعشان يطلع انترنت لازم يكون عندي ايه؟ اولا لازم يكون عندي دومين موجود بره. يعني ايه موجود بره؟ يعني موجود عند هوست زي جو دادي مثلا الناس كلها شايفاه بره، بحيث ان انا لما اجي هنا لو كتبت جيميل كده يقوم فاتح لي ايه؟ يقوم فاتح لي الجيميل. تمام، مثلا يعني اكتب اسم الدومين بتاعي احمد رزق دوت كوم فيقوم فاتح لي ايه؟ دومين يعني. تمام، فالدومين ده بحجزه عند حاجه مثلا زي جو دادي. احنا هنتكلم عن هوست او هوستنج، يعني هنحجز عن دومين فور فري لمده سنه. حلو كده، ده الحاجه الاولانيه اللي انا بحتاجها، لازم يكون عندي دومين. ليه؟ لان انا مثلا اجي اكتب ايه ميل دوت اكستشينج كورس دوت كوم مثلا، يعني فلازم اكستشينج كورس دوت كوم ده حاجه تكون ايه متعرفه بره، ببلشها يعني عن النت بره، عند جو دادي او عند هوستجيتور او عند اي حد يعني. تمام، الحاجه الثانيه اللي بحتاجها ان يكون عندي ايه ريال اي بي. ريال اي بي ليه ريال اي بي؟ لان الاسم ده اللي اسمه ميل ده انا بحطه هنا عند جو دادي، هكريت عند جو دادي اي ريكورد، هنشوف الحاجات بالتفصيل مع بعض. هكريت عند جو دادي اي ريكورد، الاي ريكورد ده لازم بيكون بيشاور على ايه؟ على الريال اي بي. زي ما انا باجي هنا في الدي ان اس بتاعي، هنا باجي هنا في الدي ان اس بتاعي، الدي ان اس بتاعي لسه مسطب، لسه ما عملتش اي حاجه، يا دوبك بس عملت كلين انستليشن للاكستشينج بس، ما عملتش اي حاجه تانيه. خطوات هنشوفها مع بعض واحده واحده. تمام، باجي هنا وادي ايه اي ريكورد عادي اهو، نفس الاي ريكورد ده بكريته بره عند جو دادي او عند الهوست اللي احنا هنوست عنده، اوريه لكم دلوقتي. تمام، بكريت اي ريكورد، بس الاي ريكورد هنا جوه بيشاور على ايه؟ على البرايفت اي بي بتاع الاكستشينج سيرفر اللي جوه عندي فعلا، يعني 10.0.0.6. تمام، لكن الاي ريكورد اللي انا بره اللي هو ميل هيكون بيشاور على ايه؟ هيكون بيشاور على البابليك اي بي اللي انا مشتريه من تي اي داتا بقى، من اي حد. تمام، مشتري بابليك اي بي من تي اي داتا، كلمه ميل اللي انا هعملها دي هتشاور على هذا البابليك اي بي، بحيث اي حد في العالم يكتب ميل دوت كذا دوت كذا يحصل ايه؟ يحصل ريزولفنج لهذا النيم على الاي بي الريال بتاعي ده، ويفتح له ايه؟ صفحه الاو بتاعتي، او انا اقدر افتح صفحه الاي سي بي من اي مكان. تمام، طيب دي الحاجه اللي احنا نعملها. يبقى احنا عايزين دومين بره عند جو دادي او عند اي حد، الدومين ده الناس كلها شايفاه. ومحتاج ايه تاني؟ محتاج ريال اي بي. تمام، الحاجات دي كلها هنجيبها ايه؟ تقلقوش يعني. حلو كده، طيب بالنسبه للقصه بتاعت الريال اي بي، الدومين هنجيبه ببلاش فور فري في مواقع بتخصه فور فري لمده سنه. الريال اي بي بقى مشكلته في ايه بقى؟ انا عن نفسي شخصيا يعني ما معيش ريال اي بي، مش شاري ريال اي بي، مش شاري دومين حقيقي ومعايا ريال اي بي. انما انا عملت ايه بقى؟ عملت الماشينز بتاعتي على ايجر، يعني عملت تو ماشينز على ايجر اللي هم الدي سي
والاكستشينج، وهنا على ايجر انا مثبت ده، بس الاختلاف اللي هيكون ما بيني وبين اي حد بيعمل بقى الحاجات دي يعني لازم يكون عنده ريال اي بي، ومثبت على ايجر هنا مثبت ايه، مثبت البابليك اي بي. يعني البابليك اي بي ده طب في العادي بيكون ايه، دايناميك بيتغير، لو رسرت الماشين دي على ايجر الاي بي ده بيتغير. فانا عملت ايه، انا جيت هنا على ايجر وقمت مثبت ايه الاي بي، يبقى البابليك اي بي ده كاني شاريه تمام. يعني من اي حته هكتب بابليك اي بي ده، هيرميني على ايه، هيرميني على الاكستشينج سيرفر بتاعي ده، هيرميني على الاكستشينج سيرفر بتاعي اللي هو ده تمام. عشان كده ايه ده زي ما اكون شاري بابليك اي بي. فانت لو كده تشتري من تي ده تقريبا مش عارف كام في الشهر، يعني حاجه مش كبيره يعني رخيص مش غالي، تشتري من تي داتا او من اي حد بابليك اي بي تمام. يبقى انا عشان عملت الحته دي عشان كاني شاري بابليك اي بي، فالبابليك اي بي ده ثابت معايا تمام، هقدر ان احطه قصاد كلمه ميل، وكلمه ميل تشاور ايه على البابليك اي بي ده تمام. طيب انا الانفيرومنت بتاعتي الاكستشن سيرفر بتاعه على ايجر، فطبعا طالع نت حلو كده. لو انا جيت عند جودادي وحجزت دومين تمام، الدومين ده زي الدي ان اس بتاعي اللي جوه ده، هقدر كاتب فيه ريكورد وتريبل وكوادرابل ريكورد اللي هو بتاع اي في فيرجن 6، وكاتب فيه اي ريكورد انا عايزه تمام. طيب ده اللي احنا هنعمل بالظبط في الهوست، في الهوستنج اللي احنا هنهوست عنده الدومين بتاعنا. انا الدومين بتاعي انترنال اسمه كورس دوت لوكال، فاحنا هنحاول نجيب دومين من بره اسمه كورس دوت اي حاجه دوت كوم دوت اي جي دوت سوري دوت او ار جي دوت كوم دوت اي حاجه تمام. حلو كده. طيب اول خطوه نعملها لما اجي اطلع بالاكستشنج بتاعي بره، انا طبعا في العادي لازم يكون عندي ايه، لازم يكون عندي فاير وول، لازم يكون عندي فاير وول زي فورتي جيت مثلا. ف اجرى على فكره في فاير وول هنسيميوليت كان احنا عندنا فاير وول، هقول لكم ايه اللي بيحصل بالظبط في الفاير وول الحقيقي تمام. ادي الفاير وول، ادي الفاير وول، الفاير وول بتاعي اهو، وادي الاكستشن سيرفر بتاعي. انا عايز الاكستشن بتاعي يبعت للنت، عشان الاكستشن بتاعي يقدر يبعت بره لازم في بورت في الفاير وول ده يكون مفتوح، اللي هو بورت كام، 25، بورت 25 لازم يكون مفتوح عشان اقدر ابعت واقدر استقبل طبعا على نفس البورت. وعشان افتح صفحه القوه لازم بورت صفحه الاول والاي سي بي لازم بورت 443 يكون مفتوح، هو كمان بورت 443 يكون مفتوح. ولو استخدم موب 3 واي ماب هفتح ايه البورتس بتاعته 993 و995 و110 و143 لو انا عايز استخدم ايه النون سكيور تمام. يبقى انا هستخدم ايه، عندي فورتي، عندي فاير وول زي الفورتي جيت او اي حاجه يعني، وامكانيه عليه يعني الناس بتوع النتورك عارفين الكلام ده، حاجه اسمها ريدايركشن رول، او سوري فتح عليه البورتات، استنى كان على ريدايركشن رول دي، فتح عليه البورتس 25 وتمبوي 443، دول اهم تو بورتس هيتفتحوا عندي عشان اقدر اكونكت عليه بالاني وير واقدر ايه اسند وريسيف. حلو كده. طيب هنشوف ايه البورتس اللي مايكروسوفت تقول ان هي تتفتح على الفاير وول عشان اقدر ايه استخدم الاكستشنج بتاعي تمام. فدلوقتي قلنا محتاج بابليك اي بي، انا قلت انا مثبت الاي بي ده عشان ايه، كاني شاريه تمام. بس اي حد طبعا لازم يكون شاري ايه بابليك اي بي. حاجه تانية لازم يكون عندي ايه هوست متعرف بره عند اي هوستنج انترناشونال تمام. اتاكد بس ان بتاع شغال تمام، عند اي هوست موجود بره زي جودادي زي اي حد بيهوست يعني تمام. طيب انا في موقع اللي هو ده اسمه فرينوم، فرينوم فرينوم ده بيسمح لي ان انا احجز عنده دومين يهوست الدومين بتاعي فور فري لمده سنه تمام. زياده عن سنه بيبدا يحاسبني، بس طبعا احنا فور تيستنج يعني، فهنعمل ايه الدومين بتاعنا وانا عامله ايه لمده سنه. هو بيطلب مني ان انا اعمل اكونت عليه، فانا هاجي على الموقع على فرينوم واعمل اكونت كاني واعمل دومين كاني شاريه، كاني الدومين ده انا شاريه. طبعا انت بتخش عند جو دادي مثلا فبتقول له ايه، بتقول له هتشتري دومين وتشوف ايه الدومين ده افيلبل ولا لا. فده اللي هنعمله، هاجي هنا واقول له ايه انا عايز اريجستر نيو دومين، عايز اريجستر نيو دومين. الدومين بتاعي مثلا ايه، انا عندي دايما خلي بالك من حاجه،
انت عندك في الانترنال ليه الناس بتعمل مثلا ايه كورس دوت لوكال. كورس دوت لوكال دي ده الانترنال جوه عندك، تمام؟ فانت في الغالب الناس بتحب تسميه دوت لوكال، تمام؟ انت هتيجي هنا في الدي ان اس بتاعك تكريت زون بنفس اسم الزون اللي بره، بنفس اسم الزون اللي بره، يعني نفس اسم الدومين اللي بره اللي موجود بره على النت اللي انت شاريه من ده، من فرينوم ده، تمام؟ يعني مثلا هنشيك، مثلا اقول له كورس دوت كوم، شوف ده افيلبل ولا لا، تشيك كده افيلابيلتي، بقول لك ده مش افيلبل، ايه اللي افيلبل؟ كورس دوت كوم كله فيش حاجة افيلبل، مفيش مشكلة ولا زعل نفسك. خد يا عم سميها crs.com، شيك افيلابيلتي، تاريخ بقى. طيب بص، خلينا نخليها مثلا اسكم. انا عمال ادور على دومين ايه يكون ايه كوست برايس كان فون شيبر، فيش حاجة برضو من دول افيلابل. طب هنسميها ريز اكسشينج دوت تي كي مثلا، زي الفل، حلو اهو. ريز اكسشينج دوت تي كي ده فري اهو، ده فري، تمام؟ يبقى انا اول حاجه بعملها انا بتشيك على الدومين اللي انا عايز احجزه فور فري عند فرينوم، فات لقيت ايه ريز اكسشينج دوت تي كي ده ايه افيلابل، ده افيلابل، فانا هقول له ايه تشيك اوت هذا. انت بتعمل طبعا سوري، بتعمل اكونت عادي على الموقع ده على فرينوم، بتصين بعد باي اكونت بجيميل او باي حاجه يعني بهوت ميل، وتخش تعمل اللي انا بعمله ده، تمام؟ بص بقى الحته دي قبل ما تعمل كونتينيو، خلي بالك من الحته دي، انت ممكن تخلي الدومين بتاعك ايه فاليد لمده سنه او من اول شهر لحد سنه، كل ده فري، تمام؟ فانت ايه خليه ايه مده سنه وقول له كونتينيو. انت بتعمل اكونت عادي خالص، تعمل اكونت عادي خالص اهو، كل ده ايه فور فري، تمام؟ طيب دخل الايميل ادرس بتاعك بقى، انا عامل هنا الميل ده، ده الميل بتاعي، كوبي ده كده، تيجي هنا تقول له ايه اشوف اوكي فيريفاي، المفروض يبعت لي ميل طيب خلينا ايه انا عشان بس الاكونت ده موجود اصلا، فخلينا ايه نستخدم اكونت تاني انا عامله عشان ايه عشان القصة دي اصلا، يعني اللي هو ده، هات يا سيدي الكلام ده كوبي، يبقى ده الاكونت بتاعي اللي انا ايه بريجستر نفسي بيه، بريجستر نفسي بيه عند عند فري نوم، تمام؟ انا كده تقريبا ده نفس اللي بعمله عند جو دادي، بعمل عند جو دادي اكونت برضه بيوزر نيم وباسورد وكل الحاجات دي، وبعد كده هو طبعا بعت لي ايميل اهو، وبعد كده بدخل بيقول لي بقى انت هتشتري المولد قد ايه، فيبدا يحاسبني انا هشتري المده قد ايه، والدومين مثلا فرض ان انا ب 50 دولار في الشهر مثلا يعني، او انا مثلا هشتري في السنه يبقى السنه ب 300 دولار مثلا يعني، تمام؟ فده بالظبط اللي بيحصل عند جهود هادي او عند اي حد هتشتري عنه ايه الدومين بقى على طول بقى، تمام؟ فاحنا الدومين ده بتاعنا ببلاش يعني، فقشطه يعني لمده سنه ده حلو جدا، تخيل انت تقعد سنه فور فري ولسه نجيب السيرتيفيكت برضه لمده 3 شهور، وبعد 3 شهور ممكن تجرب برضه فور فري، حلو كده؟ وهنستخدمه بره هنا يعني، هدخل عن الاكسشنج بتاعي من بره من على النت، تمام؟ كأني داخل على الجيميل وهنتست الحاجات دي طبعا، وانا بعت للجيميل وهوت ميل وكده، تمام؟ انا عايز بس الناس ما تتوهش مني، يبقى انا ايه لازم يكون عندي دومين بره متببلش على النت، وعندي بابليك اي بي، حته الدومين بره قلنا ايه من فري نوم، الموضوع سهل. حته البابليك اي بي انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي ثبت البابليك اي بي بتاع الماشين اللي على ايجر، طبعا طبعا لازم يكون اخد البابليك اي بي لان بكونكت عليها ريموتلي، تمام؟ البابليك اي بي ده انا بشتريه سوري من تي داتا، او انا طبعا مش هترد عشان الفايرول، بشتريه من تي داتا
يعني مش حاجه غاليه يعني، تمام. فده اللي انت بتعمله بالظبط، اللي احنا هنعمله ان شاء الله في مجموعه الفيديوهات دي، اللي انت بتعمله بالظبط في اي ريال انفايرمنت، تمام. دي اول حاجه بتعمل، لازم يكون عندك دومين بره، تمام. فانا بعت لي فيريفيكيشن اهو، قبل ما تكمل اوردر لازم ايه تكونفيرم الايميل بتاعك. فحضرتك ماشي، تشيك على ده، كليك على ده. ملحوظه بس، بعض الحاجات زي دي زي اللي هي الفري يعني بالذات وبتاعه السيرتيفيكت، ممكن تيجي ساعات في السبام، او هنا ممكن تيجي ساعات في السبام. فانت هتلاقي في السبام لما تيجي تفتحها في السبام هتلاقي منظرها غريب ومليان يو ار الز غريبه وكده. فانت ايه انقلها في انقلها في الانبوكس، اعملها موفينج في الانبوكس عشان ايه يظهر لك يعني حاجه مفهومه زي كده يعني. تمام، خش بس دي املى البيانات بتاعتك. ماشي يا عم، اسمي احمد والحاجات دي الشركه بتاعتنا اسمها كورس مثلا، اي حاجه يعني، انا من القاهره اي حاجه، القاهرة، وده رقم تليفوني، وادي الباسورد. ادي الباسورد اهي، وادي الباسورد، ادي الباسورد بتاعتي انا اجري طبعا غير مرة، ربنا يسامحنا يعني. ادي كومبليت اوردر، تمام كده. ايه الدومين بتاع اللي هو رزق اكستشينج دوت تي كي، ده بقى الدومين ايه ده بتاعي. هيفتح بقى صفحه هتمانج منها الدي ان اس بتاعك، هتكلم منها بقى الايه ريكورد، وهتكلم منها السي نيم، وهتكلم منها الحاجات دي كلها عشان ايه نعيش بقى. حلو جدا، ابديت يا عم الباسورد، او لا ما تابديتش الباسورد. ده الاوردر نمبر بتاعك، روح بقى ايه للكلاينت اريا. روح بقى يا عم، هلو احمد، ثانك يو سو ماتش. من سيرفيسز هنا هتلاقي ماي دومينز، قال الدومين بتاعك تيجي هنا وتقول له ايه مانج دي ان اس، انا عايز مانج دي ان اس، مانج دومين قصدي. بص بقى مانجنج ريز اكستشينج دوت تي كي، انا كده حاجز الدومين بره باسمي. هاجي هنا اقول له ايه مانج فري نوم دي ان اس. دي ان اس اللي بره ده إيه، دي حته رخمه تحصل كتير ان السيشن ايه تقوم فاصله مره واحده لما تاخر كده. فانت تيجي هنا ايه وتقوم جاي عامل ايه لوجن تاني بست. لوجن يعني، محدش شايل من الحتة دي، كله شايل تفصل يعني كده عادي وتلوجن تاني مفيش مشكلة يعني. يبقى أنا كده إيه اشتريت دومين بره فور فري طبعا يعني. الدومين بتاع اللي بره ده بقى، بص بقى يا سيدي، شوف كده اد ريكورد من هنا تقدر تضيف تقريبا نفس الشكل يعني. لو حد بص على دي ان اس مانجمنت بتاع اورنج، لو حد عامل عند اورنج يعني تقريبا نفس الشكل ده تقريبا يعني، لولا بس هنا كلمه اورنج يعني تقريبا بس 90 98% تقريبا نفس الشكل، الا بقى الاختلاف بقى. شوف بقى الحاجات ايه، عشان ده طبعا ايه حاجه فور فري، فانت ما عندكش هنا سيرفيس ريكورد، اس ار في ريكورد مش موجود، تمام. فدي بتحكمك في بعض حاجات تمام. فاحنا بقى عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين الاكستشنج بتاعنا، الناس لما تيجي هنا الاكستشنج بتاعها يكون ايه. انا مثلا هسميه ميل دوت، الناس تكتب ميل دوت رزق اكستشنج دوت تي كي هنا مثلا، تكتبي اس ميل دوت رزق اكستشنج دوت تي كي سلاش اي سي بي مثلا، واعمل كده يفتح لي ايه صفحه الاي سي بي بتاعتي. يعني كاني جيت هنا بالظبط، كاني جيت هنا في الاي اس، وقمت فاتح صفحه الاي سي بي العاديه خالص بتاعتنا. هو طبعا انا مش هيجيب حاجه، تمام. بقول لك ايه بقى، انا مش عارف اوصل للاي بي بتاع السيرفر ده، الاي بي مش لاقيه، الاي بي انا مش لاقيه بتاع رزق اكستشينج ميل دوت رزق اكستشينج الاي ريكورد ده، انا مش لاقي له اي بي، تمام. طبعا هي ايه على النت، طلع انترنت من بره الماشين ده على ايجر، انا براها خالص دلوقتي، تمام. فانا عايز افتح الصفحه دي، اعمل ايه بقى؟ لازم كلمه ميل دي تكون موجوده بره، ولما تكون موجوده بره لازم طبعا رزق اكستشينج يكون موجود بره. فده اللي احنا عملناه، كلمه ميل دي لازم تكون متشاره على ايه؟ على البابليك اي بي. ده بقى اللي ايه البابليك اي بي اللي انا عملته هنا ده، هو ده البابليك اي بي اللي كلمه ميل هتشاور عليه، اللي هو الاي بي بتاع ايه بتاع الاكستشينج في ام بتاعتي اللي على ايجر دي، تمام. او
اللي هي بقى هتكون ايه بقى في الواقع؟ هتكون البابليك اي بي بتاع بابليك اي بي، مش بيشاور على الاكستشنج على طول في الريل انفايرمنت، لا بيشاور على الفاير وول. خلي بالكم ده اول فرق ما بين اللي احنا بنعمله ده وما بين يعني هو اللي احنا بنعمله ده هيحصل في الريل انفايرمنت، بس البابليك اي بي طبعا طبعا مش بيشاور على الاكستشنج، مش بيشاور على الاكستشنج دايركت، ده طبعا بيشاور على ايه؟ على الفورتي جيت او على الفاير وول بتاعك. خلي بالنا من حته اللوجيك اي بي بيشاور على الفورتي جيت او الفاير وول بتاعك، وهنقول ايه اللي بيحصل عشان الفاير وول يدخل جوه على الاكستشنج، يشاور على الاكستشنج، تمام؟ فاحنا شويه بعد كده هنيجي نعمل ريفرش على دي، المفروض يفتح لي صفحه ايه؟ الاي سي بي بتاعتنا، تمام؟ يعني اتمنى الناس تكون مركزه معايا. يعني انا عندي اكستشنج سيرفر بتاعي لازم يكون طالع نت، يعني متوصل بالانترنت، يعني عن طريق الفاير وول، عن طريق اي حاجه ممكن طالع نت. انا عايز دومين بره، جبنا دومين بره، عايز كلمة ميل أو أي حاجة، يعني أنتوا عارفين أنا ممكن أسمي ده جيميل، أنا عايز أسميه كده أهو، إحنا هنسميه كده جيميل دوت ريس اسكاب دوت كوم، ويفتح لي صفحة الإي سي بتاعتي. أنا بدل ما أسميه ميل الريكورد هسميه ميل، أسميه جيميل، أنا ممكن أسميه أي حاجة، جيميل أسميه هوت ميل دوت ريس اكستشينج دوت كوم، أي حاجة اللي أنا عايزه، تمام؟ طيب فإحنا جبنا دومين بره وكلمة إيه ما؟ يبقى ميل هنخليها تشاور ايه؟ ده ايه ريكورد هيشاور على ايه؟ هيشاور على البابليك اي بي بتاع الفاير وول لو انا في ريال انفايرمنت. لو انا هنا انا هخليه يشاور على الاكستشينج على طول، عشان انا هنا ايه؟ على ايجر، هخليه يشاور على الاكستشينج على طول، انا في ريال انفايرمنت هيشاور على ايه؟ على الفاير وول، تمام؟ التارجت بتاعك مين؟ البابليك اي بي ده، تمام؟ عشان ما يجيبليش الرساله دي تاني، ما يقوليش انا مش عارف اوصل للسيرفر اي بي. لا حضرتك ممكن توصل للسيرفر اي بي، وادي الايه؟ البابليك اي بي كمان، قلت كلمة جيميل لحد ايه ما نخلص بقى. التي تي ال، التي تي ال ده هو باي ديفولت الناس بتحب تخليه ساعة 3600 ثانية، لا احنا هنخليه ايه؟ 300 ثانية، تمام؟ عشان خمس دقايق، يعني عشان يسمع بسرعة، عشان الريكورد ده يسمع بسرعة، تمام؟ طيب سيف تشينجز، نفس الحركة الرخمة تاني، لوجن. فاكرين اللي انا بعمله ده نفس اللي احنا هنعمله جوه، يعني الكلام ده لسه هنعمله جوه هنا، لسه هنعمله هنا. الريكورد مات كاريتش 300، سوري نجيب الاي بي تاني. الرخامه بقى بتاعت الحاجات الفري بقى، سيف تشينجز. حلو قوي، يبقى ده ايه؟ ميل، لا ام سوري احنا قلنا هنسميه جيميل، جيميل سيف تشينجز، سيف. اهو جيميل دوت، ده اسم الدومين بتاعي زي جوجل مثلا، جوجل ايه؟ ميل دوت جوجل دوت كوم، ده الجيميل بتاعها او ده الميل سيرفر بتاعها. انا الميل سيرفر بتاعي اسمه ايه؟ جيميل دوت اسم الدومين بتاع الورز سكايب رز اكستشينج دوت تي كي، تمام؟ هنستنى شويه ونتست ايه؟ ان احنا نفتح دي، يفتح لي صفحه الاي سي بي، تمام؟ بس احنا كده لازم نعمل حاجه. مين اللي قال لي؟ طبعا ده هيشاور على البابليك اي بي بتاع الاكستشينج اللي هو ايه؟ اللي هو ده. طيب مين قال بقى ان ده هو الانترنال اي بي بتاع الاكستشينج بتاع اللي جوه؟ يعني مين اللي هيقول ان البابليك اي بي ده لما يسمع هيشاور جوه على ده؟ منين يعني؟ ده الدي ان اس بتاعي ده هيعرف منين يعني؟ الدي ان اس بتاعي ده هيعرف منين؟ تمام؟ الدي ان اس بتاعي ده هيعرف منين؟ قبل ما نعمل الحته دي خلينا نعمل حته تانيه، ان احنا نضيف ايه؟ الاوتو ديسكفر، ديسكفر ريكورد، ده سي نيم، ده سي نيم، خليه برضه 300، بيشاور على كلمه ميل دوت رز اكستشينج دوت تي كي، بيشاور على ده، ده اوتو ديسكفر ريكورد، اوتو ديسكفر سي نيم ريكورد، بيشاور على ايه؟ ميل دوت رز اكستشينج دوت تي كي، تمام؟ يبقى دلوقتي عملت اللي انا بعمله، اللي انا عملته عندي جوه في الانترنت، اللي انا عملناها قبل كده في الانترنت دي ان اس كذا مره. انا بقى احنا قلنا ايه اللي هيخلي كلمه جيميل دي تتفرود على ده؟ ده الريكورد بتاع الاكستشينج. مين اللي قال؟ مين اللي قال ان ده بابليك اي بي ده في الاخر هيبص على ده عشان الاكستشينج يفتح، عشان الاكستشينج يفتح؟
انا بعمل ايه بقى؟ لو انا عندي فاير وول، انا باجي على الفاير وول وادي له البابليك اي بي ده. البابليك اي بي ده بيكون موجود على الفاير وول، حلو كده؟ حلو جدا. فباجي على الفاير وول اعمل حاجه اسمها ايه؟ ريدايركشن رول. ريدايركشن رول بقول له ان اي ريكوست تيجي على الاي بي ده بالبورت الفلاني فرواده جوه على الاي بي ده، فرواده جوه على الاي بي ده، تمام؟ مين اللي بيكون بيواجه الانترنت؟ اللي بيكون بيواجه الانترنت هو مين؟ هو الفاير وول. هو الفاير وول بتاع بدون بابليك اي بي. واقول له لو اي ريكوست جات عليك على الاي بي ده على البورت 443 او 25 او البورتات اللي هنشوفها يعني، فرواده جوه على الـ على الـ على الاي بي ده اللي هو الاي بي بتاع مين؟ بتاع الاكستشينج سيرفر، تمام؟ طيب انا في حاجه لازم اعملها جوه في الانترنال دي ان اس، اتكلمنا عنها قبل كده. نعمل ايه؟ زون بنفس اسم الزون اللي بره. الزون اللي بره اسمها ايه؟ اسمها ريز اكستشينج دوت تي كي. الزون اللي لقيتها ايه؟ بلاش لقيتها يعني متاحه يعني، تمام؟ لازم اعمل زون جوه عندي بنفس اسم الزون اللي بره. ليه؟ هتفيدني في ايه؟ هتفيدني لو الاكستشينج سيرفر النت اتفصل عنه، النت فصل عندي في الشركه، تمام؟ فالناس بتبعت لمين؟ الناس جوه انترنال على الاقل عايزهم يفضلوا متوصلين ببعض، فالناس جوه بيبعتوا لايه؟ لات ريز اكستشينج دوت تي كي. ده اللي احنا هنعمله، ات ريز اكستشينج دوت تي كي. طيب انا دلوقتي عايز الناس لما تيجي تبعت لات ريز اكستشينج دوت تي كي تلاقي حاجه تريزولف ده. طب هيلاقي منين ده النت فاصل؟ يبقى لازم اطلع على النت عشان اجيب ده؟ لا، ما انا اعملها في الدي ان اس بتاعتي زون واحط فيها الريكورد ده اللي انا عايزه، اللي هي ايه؟ اللي هي اللي بره دي، اللي هي الجيميل اوتو ريسكفر. بس بنعمل زون جوه عندي بنفس اسم الزون ايه؟ اللي بره. بس برايمري زون بنفس اسم الزون اللي بره، واحط جواها الريكوردات اللي انا هحتاج عشان لو النت فصل الناس برضو تعرف توصل ايه لبعضها، تمام؟ طيب ادو احنا هنيجي بس في الاكستشينج ونفتح الزي بي. فتحت certification error صفحة الاي سي بي. في شوية حاجات بس هنظبطها وبعد كده ايه الدومين بتاعنا اسمه كورس احمد. اول مرة لوجن، انا لسه ما عملتش اي حاجة، لسه مبسطة بالاكستشينج وبادئ يعني على الله ابيض، لسه حتى ما عملتش اكسبت الدومين اصلا يعني عشان الدومين اللي بره. نفتح بقى الاسم بتاعتنا، تمام؟ فانا دلوقتي عملت زون بره اهو، هعمل جواها ايه؟ هعمل جواها تو ريكوردز بنفس اسماء الريكوردز اللي بره، اللي هو واحد اسمه جيميل اي ريكورد واوتو ريسكفر ريكورد عباره عن ايه؟ عن سي نيم. حلو كده؟ اجي هنا اقول له ايه؟ اعمل لي اي ريكورد اسمه جيميل. بيشاور على ايه بقى؟ بيشاور على الانترنال اي بي بتاع الاكستشينج. ده بقى يشاور جوه بقى الانترنال اي بي بتاع الاكستشينج اللي هو ده 10.0.0.6 بتاع السيرفر نفسه اللي جوه، تمام؟ بلاقي يشاور ايه؟ جوه بس جيميل اهو 10.0.0.6. حلو كده؟ طيب وهكريت ايه تاني؟ هكريت اوتو ديسكفر ريكورد عباره عن سي نيم ديسكفر اوتو ديسكفر. بيشاور على ايه بقى؟ بيشاور على مي على جيميل دوت ريز اكستشينج دوت تي كي اللي هو ده، تمام؟ اوتو ديسكفر عشان ايه؟ الاوتلوك ان وير جوه عشان الناس اللي جوه، تمام؟ حلو. بقى لما تيجي ريكويست على الفاير وول هقول له حضرتك الريكوست دي ات ريز اكستشينج دوت تي كي فرضها جوه على الزون دي على الاي بي ده. مين الاي بي ده؟ ده الاي بي بتاع الاكستشينج اللي جوه اللي هو ده، تمام؟ طيب انا كده ظبطت الدي ان اس بتاعي جوه وبره. انا استنى شويه ايه لحد ما الحاجات دي تسمع اللي احنا عملناها دي، ونفتح الاي سي بي بتاعتنا من بره. نفتح الاي سي بي من بره من على النت، تمام؟ انا هاجي هنا بقى ايه ونظبط شويه حاجات في الاكستشينج. بقى الاكستشينج سيرفر لسه على الابيض، كريت فيه حد كمان كده
then user organization unit and users وادي ال وادي الباسورد بتاعت رشا سيف ادي رشا. تعالى هنا بقى في الميل فلو نعمل اكسبت الدومين بايه؟ باسم الدومين اللي بره. ليه؟ لان الناس هتكون ايه؟ ات الناس هنا بص هنا الناس هنا ايه؟ ات كورس دوت لوكال. لا انا عايز الناس بقت اسم الدومين اللي بره ات رزق اكس تشينج دوت تي كي. فانا هاجي هنا واضيف ايه؟ دومين تاني اسميه بالاسم ده رزق اكس تشينج دوت تي كي. طبعا مفيش حد بيحجز دوت تي كي يعني انت بتعمل دوت كوم يعني ايه حاجه طبعا انت شاريها فبتختار الاسم اللي انت عايزه. والحاجه الثانيه انت بتختار اسم يونيك زي اللي احنا بنعمله رزق اكس تشينج مش حاسس رزق اكس تشينج بس دوت كوم في الغالب مش هتلاقي يعني. ونعمل ايميل ادريس بوليسي طبعا الحاجات دي احنا ماشيين معاهم صوره ان احنا عملناها قبل كده. هتختار ايه رزق اكس تشينج كل الناس مش هعمل رول سيف لها ابديت نعمل صوره ابلاي ابلاي يس كلوز ريسيبيانس ريفرش رزق اكس تشينج دوت تي كي. حلو جدا. انا لحد ما انا لحد دلوقتي احنا ظبطنا الدي ان اس بره جبنا دومين بره وظبطنا الدي ان اس بتاعه جيميل او ميل او اي حاجه بشبك اي بي اللي المفروض شاريه تمام. بس انا مثبت اي بي ماشين على ايجر واخد الاوبليك اي بي بتاعها بيشاور على الماشين بتاعت الاكستشن من بره. لو انا شغال في انفيرمنت فعلا مشاري ليا الريال اي بي الريال اي بي ده بيكون موجود على الفاير وول والفاير وول بعمل له ريدايركشن رول بقول له لما يجي لك ريكوست على جيميل على اد ريز اكسشن دوت تي كي فرواده جوه على اد ريز اكسشن دوت تي كي اللي هتفرضه عليها على اي بي ده عايزين جيميل فرواده على ده تمام عايز ديسكفر عشان الاوت لوك انير فرواده على ده تمام عشان الناس بره حتى الناس جوه حتى لو النت فصل ما تقعش لان عنده دي ان اس بتاعه بيساله على الحاجات دي. حلو كده. طيب انا عايز اوريكم بقى حته شوف بس احنا طولنا ولا ايه. طب احنا هنوقف لحد كده ونكمل فيديو تاني. احنا خلاص كده ظبطنا دي ان اس بره وجوه. الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هنبدا نمانج الاكستنشن بتاعنا من بره ونشوف بقى البورتس اللي احنا نفتحها عشان نعرف نسند ونريسيف ونشوف بقى موضوع السيرتيفيكت والحاجات دي اللي احنا هنجيبها من بره برضه فور فري. احنا كل اللي عملناه احنا جبنا بابليك اي بي وحاطين بابليك اي بي على الفاير وول المفروض لك ده اللي تعمله عندك بقى الفاير وول وعملت حاجه اسمها ريدايركشن رول على الفاير وول بتفرود الريكوست اللي جايه على ايه؟ على الانترنال اي بيز اللي جوه دي وفي الدي ان اس بتاعي اللي انا شاريه من بره اللي هو ده شاريينه بفلوس ببلاش جدا يعني كريت نيت ريكورد اللي انا عايزهم ميل او جيميل او سميه زي ما انت عايز هترجع لك انت سميه حماده تمام بشار بابليك اي بي بتاع الفاير وول واعمل ايه الريدايركشن رول بتاعتي واعمل اوتو سكاب الريكورد عشان ايه لو تلوك اني وير ده عباره عن سي نيم بشاور على ايه على ميل دي. لا شوف الغلطه بقى ميل لا جيميل كده انا هتودينا في داهيه دي لوجن جيميل مش ميل انا اصلا متعود على ميل معلش تمام. المره الجايه كان عن البورتس اللي هنفتحها وال كنت علي سماعت ونتكلم عن السيرتيفيكت وشويه حاجات كده ايه نمشي خطوه خطوه لحد ما الاكسنج بتاعنا يبقى على بعض كنا نقدر نسند ونسيب بره ونعمل كل اللي احنا عايزينه يعني تمام. ادي ايه ادي جيميل وادي اوتوسكاور بيشاور على جيميل دوت رزق اكستشينج دوت تي كي. انا هوقف لحد كده ونكمل الفيديو الجاي بمشيئة الله. اشكركم شكرا جزيلا. اسالكم دعاء الظهر الغيب وشكرا. السلام عليكم. شكرا. سلام.